هي الضرب انطفى عليها من اول، اذا كان هن انضربوا انه مشان خان شيخون الكيماوي، هن انضربوا الصواريخ على المطار ومخزن الاسلحه. طيب اذا في كيماوي وهن ضربتهم لهالاسلحه، وين راح الكيماوي تبع المطار؟ ما كان قتل هالعالم؟ حقد امريكي من زمان مثل ما حجت العراق. هذا تدخل سافر ودعم للارهاب اللي هن عم يحاولوا انه يحكوا على الارهاب، هن الارهاب بذاته الامريكان، ودخلوا اراضي سوريه وهن ضعف لإله، ضعف بحد ذاته. هي غير وارده وغير منطقيه لبلدنا، وما بحق لهم، ما بحق لهم، مثل ما نحن ما بحقنا نتدخل بشؤون الاخرين وهن ما لهم دخل فينا. حرام بلدنا هيك عم تنقتل وعم تموت. اسمها ياسمين الشام، هيك عم يقتلوها للياسمينة؟ مين بيسخب الياسمين؟ هذا الشيء بضر بولاد بلدي كلياتنا ايد وحده نحن هون، هن لما عم يجوا يضربوا اكيد يعني شيء حدا بيقربني، حدا بيخصني يعني، وحدا عم يدافع عني اكيد هذا الشيء بيهرني. فبدي اقول انه لامريكا انه بدك تيجي تضربي علينا، انت عم تضربينا بقوتك وسلاحك، بس نحن شعب واحد مستحيل نتفكك قد ما ضربتونا، يعني لو شو ما عملتوا مستحيل يعني نتأذى نحن من هذا الشيء اللي عم تعملوا. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب، لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب. من الشام القديمة من باب توما، الشياب وشباب رفضوا ونددوا الغارة الأمريكية على مطار الشعيرات. حبوا يفهموا ليش، حبوا يفهموا الدافع اللي قامت في أمريكا بهذا الشيء. الدليل واضح والهدف واضح وكل شيء عنا واضح. الرد حيتم مو عندي ولا عن شعبنا. شعبنا رد عليهم بطريقة انه هو اكد محبته لجيشه واكد نضاله وبقى. الرد عند الجيش وعند الدفاع الوطني اللي كلنا ايمان فيهم، واكيد حيتم الرد بكل شيء بوقته حلو. كنت معكم مرهف شومان لإعلام الدفاع الوطني.